ليس المقصود أن يذبح إسماعيل عليه الصلاة والسلام، إنما المقصود أن يتحقق تقديم أمر الله على أمر النفس، وما يحبه الله على ما تحبه النفس. وظهر ذلك جليا إنما أخذ إبراهيم معه إسماعيل ورجعه على الأرض وأجرى السكين على رقبته، ولكن الله أمر السكين ألا تقطع كما أمر النار من قبل ألا تحرق إبراهيم، وكما أمر الماء من قبل وكما أمر الماء من بعد ألا يغرق موسى عليه الكريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأزكى التسليم. قال المفسرون أجرى الخليل إبراهيم السكين على رقبة إسماعيل ثلاث مرات فلم تذبح السكين، فلم تذبح السكين لأن السكين مأمورة وإبراهيم مأمور وإسماعيل مأمور وكلنا مأمورون عباد الله بأوامر من الله تبارك وتعالى. قال عز القائل سبحانه ولن أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. قال عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.